تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى، وبتنا في منى، وأصبحت ليلة الجمعة موافقة ليوم العرفة، ليوم عرفة، فخلعنا ملابسنا أي إحرامنا واستحممنا بالماء فقط، فهل في ذلك حرج؟ الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى، وأنهم لم يحرموا إلا في منى. نعم. وهذا يجزئ، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة أن لا ينطلق من مكانه حتى يحرم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين، وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع. فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس في حجها نقص إلا نقص مستحب، فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه. نعم.